هذا القلب يؤتى بالعبد يوزن بقلبه يوم القيامة. كده بعض العلماء كابن القيم رحمه الله يقول يأتي الرجل السمين البدين يوضع في الميزان فلا يساوي عند الله جناح بعوضة. ويؤتى عبد آخر كعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وقصة القبرة قصة صحيحة، إن هو كان جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم مرة، وبعدين في عش عصفورة أو قبرة يعني على الشجر، فطلع عبد الله بن مسعود على الشجرة فالصحابة رأوا ساقيه الدقيقتين فضحكوا، فقال صلى الله عليه وسلم لهم: والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد. ما الذي ثقل ميزانه وطاش ميزان الرجل الضخم؟ ده هو القلب. هذا القلب عليه حراسة شديدة، وهذا القلب مستودع الإخلاص، عشان كده قلت عليه حراسة شديدة. لا يموت قلب إنسان إلا وقد سبقته سنون من الغفلة. قلب عفي لا يموت بسهولة، يمرض لكن يرجع تاني عفي. ليه؟ لأن الشيطان لما بيسدد السهم الأول لا يسدده إلى القلب، إنما يرمي السهم فيسقط السهم في فناء القلب،